اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه برحب بجعفر ابراهيم مدير التطوير بالاتحاد الدولي للريشه الطائره والبحريني بالمناسبه من دوله طبعا البحرين الشقيقه. اهلا بك يا جعفر. اهلا وسهلا بكم، منورنا. وطبعا كل الاشقاء البحرينيين منورين مصر، وانتوا اخوه يعني عزاز جدا على قلبنا. الله يخليكم، مصر عزيزه علينا وبلدنا الثاني. منورنا يا كابتن. الله يخليك. برحب بدكتور احمد رضا مدير مسؤول تطوير في الاتحاد الافريقي للريشه الطائره، واللي منورنا في الاستوديو. اهلا بيك يا دكتور احمد. اهلا بحضرتك. منورنا، فرصه سعيده جدا جدا. بالمناسبه انت كنت كمان لاعب ريشه طائره، وكمان جعفر كان لاعب ريشه طائره كمان. تمام، حقيقي منورنا. نور حقيقي، شكرا. خلينا نبتدي مع الدكتور احمد. دكتور، يمكن عايزين نعرف ازاي تم اختياركم سواء انت في الاتحاد الافريقي، خاصه رئيس الاتحاد الافريقي مش مصري، ميشيل باو هو من سيشل وهو رئيس الاتحاد الافريقي. ازاي تم الاختيار ليك؟ ايه اللي انت شافوه فيك تقدر تاد فاليو للاتحاد الافريقي لريشه الطائره، خاصه في اتجاه التطوير؟ يعني في البدايه كان الاتحاد الافريقي طبعا بالتنسيق مع الاتحاد الدولي كان عنده بعض الاهداف وبعض البرامج لتطوير نقدر نقول الهيومن ريسورسز اللي موجودين في جوه الاتحاد الافريقي، فكان يعني عنده بعض المبادرات وبداوا يعملوا بعض يعني نقدر نقول انترفيوهات مع بعض المتقدمين عشان نغطي موضوع التطوير. كان الاتحاد الدولي عنده خطه يعني لتطوير الريشه الطائره في قاره افريقيا بالكامل، فيعني عملوا بعض الانترفيوهات لبعض المتقدمين. يعني انا كنت واحد من الناس اللي تقدمت للوظيفه يعني، ويعني عملنا بعض المقابلات مع الاتحاد الدولي وبعض الاسئله شويه. شافوا فكرك وشافوا انت حقيقي يعني هم نقدر نقول ان هو يعني ورؤيتك كمان للمستقبل ازاي. كان في بعض الامور خاصه يعني بتاريخك انت الرياضي، وانت طبعا كان تاثيرك ايه كلاعب او كمدرب او يعني سوفر انت كنت فين في بلدك بشكل عام، وبعدين يعني انت رؤيتك ايه وفكرك ايه، وهل انت تقدر تاد فاليو زي ما حضرتك قلت وتقدر يعني تضيف للقاره بشكل عام. ويعني والاختيار الحمد لله تم ان شاء الله، واكيد انت قدها وقدود وعندك من الامكانيات اللي تقدر بيها، وهنتكلم تكنيكال اكتر على البلان بتاعتك إن شاء الله. بس احنا كنا بناخد اوفر فيو ازاي توليت هذه المسؤوليه. ونفس الكلام يا جعفر برضو، ما شاء الله ان يكون حد عربي من الاشقاء العرب يكون متولي مسؤول ملف التطوير في الاتحاد الدولي، دي حاجه اكيد تسعدنا جدا، واكيد دي جت بعد منافسه كبيره مع اكيد منافسين تانيين. كلمني ازاي تم اختيارك واسناد ملف التطوير ليك من قبل الاتحاد الدولي. بدايتي مع الاتحاد الدولي كانت في العام 2014، البداية الإدارية، وكان في مشروع كبير في إمارة أبو ظبي لتطوير رياضة ريشة الطائرة مع استضافة بطولة عالمية في وقتها كانت أكبر بطولات العالمية في إمارة أبو ظبي. في ذلك الوقت كان ما في ريشة طائرة في الإمارات، ما كان في اتحاد. الريشة كلعبة ما كانت متطورة بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط، يعني ممكن لعبة الكثير ما يعرف عنها. وكانت فرصة بالنسبة لي أنا وهذا المشروع بأن احنا نطلق مشاريع كثيرة لتطوير رياضة الريشة الطائرة. ممتاز. المشروع كان عبارة عن 4 سنوات لاستضافة أحد أهم البطولات في العالم وأكبر جوائز مالية في ذاك الوقت، فاستغلينا هذا المشروع بشكل كبير للترويج للريشة الطائرة. عندما يكون عندك الأبطال العالميين، صحيح، مجنى الأبطال العالميين مع برامج نشر اللعبة خصوصا برامج في المدارس. صحيح. فدي كانت البداية في 2014. نجحت في الحتة دي، وبعد 9 سنوات أو أكثر الآن ريشة الطائرة في الإمارات أو في منطقة الخليج تطورت بشكل كبير وانعكس على المنطقة العربية بكامل. المنطقة العربية تعرف أنها أشقاء مع بعض، عندما نشوف دولة شقيقة تتطور تنتشر على طول، تنتشر بشكل كبير. الآن بعد 9 سنوات من هذا المشروع رياضة ريشة الطائرة يعني في الوطن العربي تطورت بشكل كبير مقارنة بالسابق. ده حقيقي، واكيد نجاحك ان شاء الله نجاح لينا كلنا، لانه طبعا النهارده الدكتور احمد في الاتحاد الافريقي، حضرتك في الاتحاد الدولي، فكده رؤيه الاتحاد الدولي كمان للعبه ان النهارده في المنطقه العربيه احنا بنقود النهارده تطوير او انتشار هذه اللعبه، خاصه في مكان زي ما انت قلت ما كانش فيه لعبه. طب خليني اتكلم معاك يا دكتور في محور مهم، وهو الخطه او البلان اللي بيحصل بالتنسيق دلوقتي ما بين جعفر في الاتحاد الدولي وما بينك. يعني اشرح لي كده الاوفر فيو بتاع البلان، انتوا رايحين فين وكم سنه وعايزين تعملوا ايه؟ يعني كلمني تكنيكال اكتر بقى. طيب، يعني احنا نقدر نقول بس ان كان في مبادره اطلقها الاتحاد الدولي من سنه 2019 او 2020 على ما اتذكر لدعم الاتحادات الرياضيه على مستوى العالم، خصوصا حضرتك عارف بعد يعني الكورونا وحصل تاثير كتير طبعًا يعني طبعًا على الاتحادات، فكان الاتحاد بالضبط في خصوصا نشر اللعبه وفعاليات والنشاطات. فالاتحاد الدولي اطلق مبادره لدعم الاتحادات، ويعني
أتت بنجاحها، ان بعض الاتحادات قدرت تتعافى تاني وتقدر ان هي ترجع النشاط بشكل يعني كويس. فالاتحاد الدولي اطلق مبادره جديده، بس المبادره دي هي اللي تم فيها اختيار مصر لمبادره نقدر نقول هي الدعم المعدل او الدعم يعني المتطور، ان هم بيختاروا بلد يعني بيبقى ليها بعض المعايير، ممكن طبعا يعني كابتن جعفر يتكلم بالتفصيل اكتر عن المعايير الاختيار. تم الحمد لله تم اختيار مصر، ودي كانت ده كان تنافس على مستوى يعني العالم كله، على العالم كله. اكتر على ما اعتقد اكتر من 150 دوله على مستوى العالم كانوا في المشروع، ويعني تم تصفيتهم ل 15 دوله، وبعدين تم وقع الاختيار على مصر لتكون هي اول كله. ان هي تبقى اول دوله يتم فيها يعني تطبيق المشروع، اول مبادره اللي هي طيب المبادره دي نقطها ايه؟ يعني ايه اللي مطلوب من مصر وايه اللي مطلوب من الاتحاد الدولي؟ يعني نقاط المبادره مطلوب ايه؟ هل بطولات دوليه نستضيفها؟ هل هنستضيف ورش عمل للمدربين للعيبه؟ هل مطالب منا ان احنا نعمل كامبات؟ يعني قول لي فنيا ايه المبادره ومصر المفروض منها ايه والاتحاد الدولي مطلوب منها؟ هو يعني نقدر نقول هو مشروع شمولي بيشمل كل النقاط اللي حضرتك اثرتها، ودي يعني كل ده محطوط جوه الخطه اللي احنا كنا بنشتغل عليها مع الاتحاد الدولي، وطبعا بالتنسيق مع الاتحاد المصري عشان هو طبعا اللي هيبقى عنصر اساسي في تنفيذ هذه الخطه. ممتاز. المشروع شمولي يشمل نشر اللعبه في مصر بالكامل، يعني الاتحاد الدولي اعتقد ان هو يعني متارجت ان اللعبه تبقى من اكثر الالعاب ممارسه في مصر، من نقدر نقول مثلا من التوب 5، من عايزين الريشه كده مثلا بالظبط، يعني عايزين الريشه تنتشر بشكل اكبر، تبقى فيها توعيه للناس بشكل اكبر، خاصه ان مصر الشعب بيحب العاب المضرب بالظبط، تنس ارضي، تنس طاوله، سكواش، واحنا متفوقين فيها يعني متفوقين. الحمد لله عندنا تفوق في رياضات المضرب الاخرى، فعندنا فرصه. طبعا استضافه ورش عمل وتطوير المدربين، هل تطوير في فتره زمنيه للبرنامج ده ولا حضرتك بتتكلم ان احنا شغالين بصفه مستمره بقى يعني خلاص؟ هو المشروع اطلق لمده 4 سنوات بالظبط، وان شاء الله يعني لما المشروع يعني يؤتي ثماره ونجاحه اكيد ان شاء الله المشروع هيفضل مستمر، لكن البدايه والخطه المحطوطه اللي احنا يعني الحمد لله قربنا نخلصها لمده 4 سنوات ان شاء الله، هتبدا من 2024. حلو. طيب جعفر، في معايير اخترته بناء عليها مصر، يعني في 150 دوله تقدمت، تفضل الدكتور احمد رضا وقال انه طبعا كان في منافسه شرسه انه تختاروا دوله منها. معايير الاختيار انتوا كاتحاد دولي اخترتوها ازاي؟ يعني انا سعيد جدا بالحوار ده. ليه؟ النهارده بنتكلم مع مسؤول اتحاد في الاتحاد التطوير في الاتحاد الافريقي اللي هو اصلا مصري واللي هو طالع من مصر، فاحنا بنتكلم لمين العالم كله احنا قاعدين كده، مصر، افريقيا، اتحاد دولي. فالمعايير النهارده اخترته على اساسها ازاي؟ وشايف يعني رؤيه المسؤولين واصحاب القرار في الاتحاد الدولي الريشه كانت ايه قبل اختيارهم لمصر؟ هو الاختيار تم بناء على عده عوامل. العامل الاول الانفراستراكشر، البنيه التحتيه في مصر. العامل الثاني العدد السكاني الكبير في مصر. العامل الثالث نجاح مصر في الالعاب الاندور سبورتس، من ضمنها الالعاب الراكت سبورتس. تمام. ففي مجموعه من العوامل اللي عندما الاتحاد الدولي بدا يفاضل بين الدول، ان اختيار مصر والاستثمار في مصر راح يكون له مردود اعلى من الاستثمار في دول اخرى. ممتاز. البدايه الاتحاد الدولي قرر ان تكون البدايه من مصر، ويكون ان شاء الله نجاح كبير على اساس انه يبدا ينتقل الى دول اخرى ويعيد تكرار هذه التجربه. هذه المرة الأولى للاتحاد الدولي يذهب إلى دولة بشكل مباشر ويعمل عن قرب مع الاتحاد المحلي. صحيح، حتى في أي اتحاد دولي يعني على مستوى العالم دي مبادرة يعني ما سمعتهاش قبل كده. فهو اختار مصر وراح لها هو الاتحاد الدولي. بالضبط، بناء على الريسيرش اللي عمله الاتحاد الدولي، كان في منافسة كبيرة من المكسيك، كان في منافسة كبيرة من الفلبين. اللعبة موجودة وبشكل كبير، لكن الاتحاد الدولي وصل إلى أن الاستثمار في مصر هو الى يعني الافضليه في النجاح. فهذه كانت عوامل الاختيار. طبعا لو تكلمنا عن برامج التطوير في الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي يمتلك مجموعه كبيره من برامج التطوير. عنده برنامج الان شهير لتطوير الريشه الطائره في المدارس اسمه شتل تايم، ورؤيته عباره عن منح كل طفل فرصه للعب. يعني برنامج عبارة عن منهج تعليمي موجود بأكثر من 23 لغة، برنامج ممتاز عالمي. ممتاز ما شاء الله. في برنامج تم إطلاقه في 2019 اللي هو رياضة الريشة الطائرة في الهواء، الاير بادمنتون، على أساس أن تكون الريشة الطائرة مور أكسيسبل عند المجتمع. زي ما أنت عارف كثير من الدول أن أنت تحصل على صالة تنافس كثير من الرياضات، لا أنا أطلع لك أول دور ألعب أول دور، فإحنا ممكن نلعب أول دور. تعرف هي اسمها ريشه، فخواص طيرانها وخفيفه جدا، لكن الاتحاد الدولي على مدى
7 سنوات صنع ريشة قادرة على الطيران بشكل جيد في الأماكن الخارجية، بالإضافة إلى الكوتش إديكيشن، بالإضافة إلى المدربين، إلى الحكام، إلى الإداريين. ففي الآن الاتحاد الدولي يسميه هو يعني مثل البيت التطوير، في للمدارس، في للمدربين، في للأندية، في للإداريين. ففي حزمة كبيرة من الأنشطة والبرامج اللي يحتوي اللي يمتلكها الاتحاد الدولي. والآن عملنا مع مصر وخروجنا بخطة استراتيجية إن شاء الله راح تنهض بشكل أكبر برياضة الريشة الطائرة. طب جعفر، امتى تم اختيار مصر؟ يعني امتى وقع الاختيار على مصر؟ طبعا دي صور في الندوة اللي كانت موجودة، الدورة التدريبية اللي كانت على هامش البطولة اللي فاتت، وانا شايف كمان يعني مشاركين كتير من الاتحاد الدولي كانوا موجودين. طيب امتى وقع الاختيار؟ يعني امتى تم الإعلان ان مصر هتكون هي المركز او الدولة الاولى في حديثا في سبتمبر الماضي. سبتمبر قريب يعني. قريب. طيب وجودك في القاهرة النهاردة للترتيب للمبادرة، لبداية اخذ خطوات جدية على ارض الواقع، ولا ده اجتماعات تنسيقية لسه في البداية؟ وجودي الآن لعمل الخطة الاستراتيجية، وضع المحاور الرئيسية والأهداف الاستراتيجية والمبادرات اللي راح نقوم بعمل فيها مع الاتحاد المصري بقيادة الدكتور علي حسب الله وجميع أعضاء مجلس الإدارة. بكل صراحة متعاونين جدا، واجتمعنا يعني مجموعة من الاجتماعات من يوم الاثنين تقريبا يوميا 12 ساعة. 12 ساعة. يعني في أمس بس اجتمعنا مع كثير من اللاعبين والمدربين والمسؤولين في الريشة الطائرة للاطلاع على يعني احتياجاتهم، تطلعاتهم، أحلامهم في رياضة الريشة الطائرة. هذا جزء كان رئيسي من عملية التخطيط. فنتمنى من خلال هذه الزيارة أن احنا نطلع بخطة استراتيجية برؤية لمصر في الريشة الطائرة، وإن شاء الله نرجع بعد شهر ونوقع الاتفاقية مع الاتحاد المصري ونطلق المشروع بشكل رسمي إن شاء الله. طب برضو يا دكتور، يعني عايز أعرف دورك كاتحاد أفريقي بقى هنا النهاردة، لأنه خلينا نتكلم أن مصر يعني فيها انفراستراكشر كبيرة زي ما تفضل وقال جعفر، ولكن النهاردة بنتكلم على اتحاد أفريقي بقى. احنا عندنا المظلة الطبيعية، اتحاد دولي، اتحاد افريقي، اتحاد مصري. بالظبط. وجودك النهارده كاتحاد افريقي، ايه الاستفادة اللي انت تستفادها، وازاي تقدر تشارك في مبادرة كبيرة زي دي؟ طيب نرجع تاني برضو حضرتك لفكرة ان اختيار الاتحاد الدولي لمصر، وطبعا مصر من ضمن البلاد وهي تعتبر البلد الرائدة في قارة افريقيا، فده لو هنتكلم من الناحية الاتحاد الافريقي فده بالنسبة لنا انجاز كبير. صحيح. لان انا اللعبة عندي في قارة افريقيا بشكل عام هي لعبة نقدر نقول يعني معقولة، عندي بعض البلاد اللي بتقدر تمارس بشكل كويس وممكن تنافس طبعا على في مقدمتهم مصر، فده في حد ذاته هيعيد بالنفع كله على القارة. نعم. لما انا يبقى في مشروع في بلد هي تعتبر الاقوى في ريشة الطائرة في قارة افريقيا وهي مصر، ده بيضمن لك الاستمرار، فده يضمن لي ان شاء الله ان يبقى في نجاحات وان انا اقدر. نعم. يعني اخد الموديل واحاول اطبقه ممكن ولو بشكل يعني مصغر شويه او بشكل ابسط شويه. مع البلاد الافريقيه عشان ننهض بالبلاد بشكل عام. فانا كاتحاد افريقي لو نتكلم من المنظور ده اكيد طبعًا. اكيد. وطبعا هل انتوا كاتحاد افريقي دعمتوا ملف مصر في المنافسه اللي كانت مع 150 دوله؟ والله يعني حقيقه هو الفكره انه مش الملف قوي قد ما فكره ان المعايير اللي كانت محطوطه. نعم. من قبل الاتحاد الدولي بشكل اكبر راحت في الاتجاه بتاع مصر. فيعني مش عايز اقول ان الاتحاد الافريقي كان يعني ليه دور رئيسي قوي في اختيار مصر، لكن نقدر نقول ان احنا يعني كنا نامل كنا منتظرين كنا نامل ان مصر تتم اختيارها المبادره جوه قاره افريقيا قبل ما تروح اي قاره ثانيه. بالظبط. وخليني اقول لك ان انت لو رحت اوروبا، يعني برضو خليني اتكلم بامانه، لو الموضه دي راحت اوروبا عندهم مبادرات وعندهم دنيتهم. انت النهارده محتاج مكان في العالم محتاج يتوسع فيه، يبان فيه حتى الشغل والتطوير. بالظبط. لانه التطوير هتروح الدول المتطوره، انت ما عملتش حاجه، ولكن انت عايز تروح دول بتشتغل وعندها الانفراستراكشر زي ما قال جعفر، وبعد كده تبتدي تشتغل. طيب خليني اتكلم عن اللعب على مستوى افريقيا. انت عندك مثلا في جماله اموميه في افريقيا كم نادي، كم دوله بتلعبهم كاتحاد افريقيا؟ فعايزين نعرف كانوا كام وبقوا كام، يعني كلمني عن اخر مثلا 4-5 سنين في ريشة الطائرة. والله احنا في برضو بالنسبه لافريقيا الفتره اللي فاتت الاتحاد الافريقي شغال على زياده يعني الدول المشاركه. حاليا وصلنا يعني لسه في بلد يدوب لسه من كام يوم داخله وهي التشاد، فبقينا دلوقتي حوالي 48 دوله. عدد كبير. احنا 48 دوله جماعيه عموميه، يعني بس في بعض البلاد بتبقى اسمها يعني بالانجليش هي اسوشيت، يعني مش ملهاش حق التصويت قوي، لكن بتخش في برامج التطوير وبتخش في. لكن يعني احنا توتال بشكل عام 48 دوله.
طبعا عندنا دول بيبقوا ليهم عمليه تصنيف على حسب طبعا يعني ليفلات بالظبط. فمصر تعتبر في الليفل الاول وهي تعتبر رقم واحد كمان. مصر طبعا. ونيجيريا؟ طب ونيجيريا معانا في الليفل ده. مصر نيجيريا جنوب افريقيا موريشيوس الجزائر اوغندا يعني زامبيا تيجي في الليفل الثاني. لكن دول زيمبابوي لا يعني زيمبابوي هم موجوده لكن البلاد بتتطور. لكن احنا مسمينهم بلاد اللي هي الاكثر تطورا والبلاد اللي لسه حديثه التطور. وفي بلاد اللي هي لسه يعني داخله معانا في نيجيريا جنوب افريقيا يمكن هم دول. احنا حوالي في ست بلاد او سبع بلاد اللي هم يقدروا نقدر نقول كلهم بينافسوا على الميداليه. حوالي ست او سبع بلاد بينافسوا دايما على ميداليات. هم مصر والجزائر جنوب افريقيا موريشيوس نيجيريا واوغندا. دول البلاد الكبيره نقدر نقول في قاره افريقيا في ريش الطايره. ويجي وراهم بقى عندنا زامبيا وغانا والكاميرون كوت ديفوار. كل دي بلاد موجوده معانا بس يعني هم بيتطوروا سنه عن سنه يعني. طيب هل في اجتماعات كل انتوا حضرتوها كان في ممثلين على وزاره الشباب والرياضه ولا لسه الموضوع ما رقاش يبقى في ممثل حكومي؟ يعني هل لسه الموضوع يعني دور البحث مع الاتحاد وبعد كده هيتم العرض على الوزاره ولا الوزاره شريك من اول يوم؟ والله في البدايه يعني اثناء على هامش مصر الدوليه كان يعني دكتور عشا لسه السؤال اهو طبعا والصوره جت دكتور عشا الصبح اهو. انا كنت لسه اقول حالا احنا يعني في الزياره الاولى لما جم على هامش بطوله مصر الدوليه في اكتوبر اللي فات يعني كابتن جعفر وكان موجود كمان جون شيرر اللي هو يعني ماسك يعتبر لجنه التطوير في الاتحاد الدولي. يعني نسقنا من البدايه ان يبقى في زياره مع دكتور اشرف وكانت زياره مثمره جدا. ويعني قابلنا دكتور اشرف والاتحاد الدولي عرض المشروع عليه ودكتور اشرف رحب جدا بالمشروع وقال ان يعني هو نقدر نقول داعم رئيسي للمشروع ان شاء الله هو ده المهم ان الدوله المصريه الممثله في وزاره الشباب والرياضه تكون ايد بايد معاكم لان ده بيضمن ممثل حكومي في كل شيء بالظبط. وده يعني احنا الحمد لله كنا يعني بنأمله وكنا متوقعينه طبعا من دكتور اشرف ان هو يعني المشروع باذن الله هيبقى داعم رئيسي لينا. برضه عملنا بعض الاجتماعات مع اللجنه البارالمبيه ممثل على اللجنه البارالمبيه بالظبط. وعملنا بعض الاجتماعات مع الاتحاد وممكن الشركاء اللي ممكن يقدروا يساعدوا الاتحاد المصري يعني ان شاء الله في الفتره اللي جايه. احييك بصراحه دكتور على المجهود ده بامانه حاجه تشرف يعني. لا ده الموضوع وراه مجهود كبير. طب خلينا في اللقاء ده جعفر. ده لقاء كان مع معالي الوزير اكيد بعد اللقاء ده كان في اكتوبر وبعد كده انتوا رجعتوا على الاتحاد الدولي بداتوا تبحثوا وتشوفوا ايه مردود اللقاء ده. ايه مردود انا يعني عايز اتكلم مش على مردود الزياره دي عايز اتكلم على مردود الزياره اللي فاتت لما جيتوا هنا على هامش في مصر الدوليه وبدات المباحثات وبدات الكلام وبدا الامور مع دكتور اشرف صبحي والاتحاد. المردود بقى في الاتحاد الدولي كان هدف زياره اكتوبر كانت بعد اختيار مصر كان الاجتماعات بناء يعني الهدف منها تاكيد اختيار مصر وأن مصر قادرة على احتضان هذا المشروع. ودائما في العمل الرياضي دائما احنا نسعى ان احنا نشتغل مع الشركاء. يعني الاتحاد وحده ما راح يقدر انه هو يطور الرياضة ككل. لازم يشتغل مع الأندية ومع المدارس ومع الوزارة مع اللجنة الأولمبية مع الشركات مع الرعاة مع الكل. فدي فلسفة الاتحاد الدولي يتبناها موضوع البارتنرشيب موضوع الستيك هولدر موضوع الشراكات موضوع الشركاء مهمين جدا. فكان الهدف من هذه الزياره ان احنا نجتمع مع الاتحاد المصري ومع الشركاء الرئيسيين على اساس ان احنا نجمع الدعم لهذا المشروع. وسعاده الوزير استضافنا في هذا الاجتماع واكد بشكل كبير على دعم الوزاره لهذا المشروع وانه ما حيدعموا كل الجهود الاتحاد الدولي لتطوير رياضه ريش الطائره في مصر. فهذا الاجتماعات اللي كانت في اكتوبر كانت اجتماعات ناجحه جدا وهي كانت على هامش بطوله مصر الدوليه وكان في مجموعه كبيره متنوعه من برامج التطوير. كان في برامج للاداره الرياضيه المستوى ممتاز الثاني ممتاز اداره الاحداث الرياضيه. كان في ورشه للرياضه رياضه ريش الطائره البارالمبيه. فكان يعني اكتوبر كان خليه نحل يعني بالنسبه لمصر. عشان كده انا شايف ما شاء الله الصور اللي جايه كانت خليه نحل يعني. اي يعني كان اكثر من خمسة أو ست أنشطة كبيرة دولية في نفس الوقت مع اجتماعات مع الوزارة ومع اللجان البارالمبية. وده بالنسبة لنا مهم جدا لأنه زي ما قلت لوحدك مش هتقدر تنشر لعبة في بلد ما شاء الله كبير يمتلك إمكانيات كبيرة. فالعمل مع الشركاء هو يعني الاتحاد الأفريقي الاتحاد المصري الاتحاد الدولي مع الشركاء المحليين حيكون في نجاح إن شاء الله. طيب خلينا نتكلم على مستوى الاتحاد الدولي. هل اللعبه بتنتشر؟ يعني احنا مثلا شفنا البادل دي لعبه مضرب وبتنتشر بصراحه كالنار في الهشيم يعني بصراحه بتنتشر انتشار مرعب.
مش بس في مصر، في العالم، كل حته في العالم، رغم انها يعني حديثه العهد اللعبه دي. انتوا كاتحاد دولي للريشه الطائره شايفين اللعبه بتنتشر، شايفين اعضاء جماعيه بيزيد، شايفين دول كتيره بدات تخش في ممارسه في مشاركتها في دوله العالم، في تصفيات القاريه في الدول كتير، انت ليك رؤيه كبيره واسعه على العالم، شايف الوضع ايه؟ الريشه الطائره الان احنا اكثر من 200 عضو حول العالم، 200 دوله، فرياضه ريشه الطائره لها انتشار كبير جدا حول العالم، خصوصا ان يعني وطن الريشه الطائره دول شرق اسيا، نتكلم عن الصين، نتكلم عن الهند واندونيسيا وماليزيا وكوريا، دول الدول كلها من الشعوب الكبيره في العالم. فالريشه الطائره لها شعبيه كبيره جدا في العالم، خصوصا ان انت نتكلم عن الصين والهند، ده نص العالم، وهي الريشه اللعبه الثانيه في الهند بعد الكريكت، ومن الالعاب الاولى في الصين. فممكن انت تشوف في الصين او في الهند تشوفهم في الشارع يلعبوا الريشه الطائره. صحيح. اندونيسيا من الدول الكبيره، يعني اندونيسيا احنا نعتبرها هي برازيل الريشه الطائره. صحيح. اوروبا دائما كانت منافسه للاسيويين، الدنمارك دائما عندها ابطال عالميين. بالنسبه للاداء العالي عندنا التنافس دائما يكون بين اوروبا واسيا، بس طبعا تفوق اسيوي قوي. اسيوي لان طبعا. نتكلم عن 10 دول في اسيا، الريشه من احد الالعاب الكبيره جدا للالعاب. فانت تتكلم عن يعني قاعده ممارسه، الاتحاد الدولي عنده اكثر من 360 مليون ممارس حول العالم في الريشه الطائره. والاتحاد الدولي من العام 2010 اتخذ سياسه بانه هو كثير من الاتحادات الدوليه يركز على المنافسات فقط. بطولات العالم، السلسله العالميه، الورد تور، وقليل من الاتحادات اللي ينزل يروح المدارس او ينزل يروح الدول او ينزل يشتغل مع المدربين. الكل عاوز يشتغل مع السوبر ستارز والابطال العالميين. فالاتحاد الدولي فلسفته، وفي كثير من الميزانيات اللي ترصد لنشر اللعبه. مثل ما اعرف رياضه الريشه الطائره رياضه اولمبيه من العام طبعًا. 1992 طبعًا. واصبحت رياضه بارا اولمبيه في العام 2020، ورياضه من الرياضات اللي تنمو بشكل كبير في الاولمبيات الخاص. صحيح. احنا نروج لرياضه الريشه الطائره بان هي رياضه دامجه للجميع، لجميع فئات المجتمع، لجميع الاعمار. رياضة سهل ممارستها، الريشة خفيفة والمضرب خفيف، وممكن ممارستها في أي مكان، مش مكلفة. صحيح. وهي ثلاث فروع، الاندور والاوت دور والجلوس، وبالتالي الاتحاد المصري بيرعى الاثنين، البارالمبي والأسواق. هو الاتحاد، لأن أنا ما كنت استضفت الزملاء من الاتحاد هنا، فوجئت إن هم بيرعوا الاثنين، أو هم الاثنين تحت مسؤوليتهم. في العادي بنلاقي في اتحاد بارالمبي وفي اتحاد، يعني اتحاد السلة مثلا فور إكزامبل، اتحاد السلة الأسواق حاجة والاتحاد البارالمبي حاجة ثانية، كرة السلة. بالظبط. نفس كرة الطائرة، إنما أنا كان الملاحظة الغريبة عندي بالنسبة لي إنه الاتحاد الريشة الطائرة هو بيرعى الاثنين. ده معناه إيه؟ وكمان جعفر كان قال إن ده إحنا حريصين عليه وحريصين على تطويره كمان، ده معناه إيه؟ برضو كانت أحد النقط المهمة من الاتحاد الدولي فكرة إن فكرة الدمج. يعني تبقى كل فئات المجتمع تحت المظلة بتاعة الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والاتحادات المحلية. فكان هو الاتحاد الدولي من ضمن أهدافه الأساسية أنه يعمل دايما شراكات وتعاون مستمر ما بين اللجنة البارالمبية والاتحاد المسؤول المحلي، بحيث ان هم ان النشاط البارالمبي يبقى تحت الامبريلا او تحت مظله الاتحاد المصري بالتعاون مع اللجنه البارالمبيه اللي موجوده في البلد. الاتحاد الريشه الطايره من الاتحادات اللي هي يعني بتشتغل على الموضوع ده بشكل كويس جدا في مصر، ان الاتحاد المصري مسؤول عن رياضه البارا بادمنتون او يعني الريشه الطايره لذوي الاحتياجات، وما شاء الله عاملين شغل كويس جدا جدا. كانوا ضيوف هنا، وكان عندنا كان عندنا لعيب اللي هو كابتن احمد مجدي، ده كان يتاهل الاولمبيات البارالمبيات اللي فاتت. وفي التاهيل ان شاء الله لباريس عندنا اثنين لاعبين مصريين، شيماء على الكراسي المتحركه، شيماء سامي، وعندنا ياسمينة اللي كانت معايا، اللي هي بالظبط اللي هي فرقه قمه اس اتش بالظبط، وماشيين كويس. هم ماشيين كويس في انجلترا كمان، في انجلترا بالظبط. هي ياسمينة يعني الحمد لله دلوقتي تصنيفها كويس، وشيماء تصنيفها كويس. المنافسه صعبه يعني شويه طبعا للتاهيل، بس ان شاء الله احنا يعني بنامل ان هم باذن الله يتاهلوا ان شاء الله ان شاء الله. طيب هنروح لمحور اخر من الحديث وهي البادجت. خلينا نتكلم بقى في السؤال المهم، او الميزانيه وسبل التمويل، لانه خلينا نتكلم تطوير مهم جدا، بيبقى جزء يعتمد على الكوادر والتخطيط والشغل، ولكن في جزء تاني هتحتاج تمويل اكيد. النهارده مصادر التمويل المشروع زي ده
هل هيبقى على عاتق مين؟ يعني بتفكروا ازاي؟ هل البادجت دي رقم محدد ولا مرنه ممكن تشهد تغيرات مع الوقت وتزيد وتقل على حسب المشروع؟ يعني كلمني اكتر عن الفنيات دي. دي اتكلم فيها ولا نخلي الاتحاد الدولي يتكلم احسن؟ طيب خلينا الاتحاد الدولي نسمع. يلا قول يا بعض. هو طبعا المشروع هذا راح يكون لميزانيه مرصوده من قبل الاتحاد الدولي. ممتاز. وزي ما قلت يعني الخطط والبرامج وتطوير الكوادر البشريه مهمه جدا، لكن في النهايه حتحتاج الى ميزانيات لعمل البرامج والانشطه. فراح يكون في ميزانيه دعم سنويه لمصر لتطبيق الخطه. تمام. لدعم اللي هنتفق عليها كمان شهر، اللي بنتفق عليها دلوقتي واللي هنوقعها كمان شهر. بالضبط. ممتاز. فلمده على الاقل 4 سنوات راح يكون في لان الاتحاد الدولي دائما يتكلم عن لونج تيرم. طبعاً. مش حاجه سنه واحده مش حاجه اعمل اي حاجه. لونج تيرم ريليشن بتبقى طويله وبتشتغل وبتاخد بقى تشوف بعد 4 سنين تقيم التجربه. فيعني جزء طبعا من التمويل هذا المشروع راح يكون تمويل مباشر من الاتحاد الدولي، في جزء راح الاتحاد الافريقي عنده مجموعه من البرامج راح يساهم في التطوير، وايضا الاتحاد المصري طبعا عنده برامج طبعاً كثيره وعنده كثير من البرامج. اكيد في دعم حكومي هيجي طبعا. في دعم حكومي طبعاً. طبعا دكتور اشرف اكيد هيدعم في الاتجاه ده طبعا. بس بأمانة يعني الحمد لله مصر محظوظه النهارده لما تلاقي هذا الزخم ان الكل النهارده بيحط انفستمنت، ودي استثمارات في الاول والاخر رياضيه بتتحط على ارض مصريه، كل كسبان. النهارده الاتحاد الدولي كسبان، النهارده الاتحاد الافريقي اكيد كسبان، الاتحاد المصري والبنيه التحتيه كمان اللي هي اللاعبين والقاعده هتزيد. هل منتظر نشر اللعبه يعني هيكون في احداث او تطوير معينه تتعمل على ارض مصر بحيث انت تجلب جنسيات اخرى ان هي تيجي تشارك في الاحداث دي، ولا هيبقى مقصور على الجنسيه المصريه بس؟ هو طبعا انت على اساس تطور اللعبه تحتاج انك تستضيف بطولات دوليه، يعني مصر حتستضيف بطوله مصر الدوليه الاولى لريش الطائره البارالمبيه في نهايه دي زي اللي اتعملت من فتره اللي هي شهر اكتوبر اللي كانت الاسوياء. بالظبط. هنعمل زي هنعمل واحده بارالمبيه دي هتبقى في شهر لاول مره في مصر. لاول مره في تاريخ يعني ما اتعملتش في دوله ثانيه. لا ما اتعملت في مصر سابقا. بس هي بتتعمل في دول ثانيه. تتعمل في دول ثانيه. فده تطور مهم على ان مصر يعني تستضيف بطولات دوليه في ريش الطائره البارالمبيه، ومصر حتستضيف بطولات اكثر دوليه. ممتاز. لان اللاعبين المصريين يحتاجون الى الاحتكاك بالمدارس الدوليه. صحيح. وده راح يعني يعرف راح يعمل مصر مركز هب كده انه يبتدي. بالظبط. يعني فمهم جدا ان يعني من ضمن الخطط اللي راح نوضعها ان شاء الله مع الاتحاد المصري زياده عدد البطولات الدوليه. مهم مصر جداً. قادره مهم على استضافه طبعا بطولات دوليه اكثر. يعني يا ريت انا بحلم اشوف مثلا 10 15 بطوله دوليه. كنا لسه بنتناقش في ده النهارده يعني مع الاتحاد يعني المصري. انا برافو عليك، انت فتحت نقطه منتهى الاهميه. مهما لو عملت ورك شوبس للعيبه او كامبات زي ما بيقولوا معسكرات لعيبه جايه تتمرن قصه، وان انت تعمل بطوله استفاده تانية خالص. النهارده كتر عدد البطولات الدوليه، اعمل مثلا سي نادي زي نادي. انا بفكر معاكم معلش انا يعني حاطه في الخطه. حط يا باشا في الخطه بقى يا قول طبعا هيشوف بقى لنا. انا عايز اقول مثلا ممكن في انديه اللي بتستضيف ريش الطائره في مصر، كل نادي من دول يعمل بطوله دوليه ويعمل لها ريجستريشن وتعمل بطوله وتفتح لها موقع ويب سايت وتخش اللعيبه تعمل ريجستريشن، والنهارده يبقى معروف وتخش الدوله مثلا تقول دعم من الدوله المصريه. انا بفكر معاكم ان الاوتيلات تبقى بتخفيضات معينه. بالظبط. الملاعب القصه، يعني قصدي اقول لك كتر من عدد البطولات. مصر موقعها استراتيجي بين اوروبا وبين افريقيا واسيا. افريقيا احنا لينا جزء في اسيا. اي يعني موقع جدا مناسب لاستضافه بطولات دوليه، ومصر بلد سياحي درجه اولى، الكل يحب اصلا يعني ممكن انت تعمل بطوله كلهم حيقول لك. يقول لك حلو. فيعني الفكره ان احنا نستفيد من هذه يعني الموارد اللي موجوده في مصر وموقعها الجغرافي والتاريخ العريق لمصر، وكل حد حب يزور مصر ويشوف الاهرامات ويشوف يعني التاريخ اللي موجود. هيبقى فيه السياحه الرياضيه جذب. وكمان يعني هتبقى اعمار سنيه مفتوحه ولا يعني مثلا سينيور وجينيورز كمان يعني هتبقى للكبار لجميع الفئات. نتكلم عن بطوله الان اصحاب الهمم اللي هي الريشه الطائره البارالمبيه، نتكلم عن بطوله دوليه للفئات العمريه، ونتكلم عن بطوله دوليه للكبار.
السينيورز. الجمال ده. فده حتغطي كمان شهر 2 في مصر. لسه وبطولات افريقيا يعني تتكلم كبار في شهر 2 فين تبقى فين؟ في سيد القاهره ان شاء الله. سيد القاهره. يعني انت في 2024 الان تقريبا في 5 بطولات دوليه. طب انتوا ليكوا يعني انا عايزك تكتشفوني في ريشه الطياره لو سمحت، لو تقدروا تكتشفوني. ده لازم. ولا ما ينفعش؟ انا كده بالبرنامج اللي سامعه ده انا كده عايز العب ريشه طايره بعد اذنكم. بكره يعني. نلعب يلا بينا. بس هتستحملنا لسه بتعلم؟ لا احنا انا بالعكس. انا مع البرنامج انا شغلنا. مع التطوير انا معاك يعني بص اصبر عليا. لا لا ده شغلنا احنا اصلا يعني نحبب الناس في اللعبه. صحيح. بالطرق يعني حتى البرنامج وقت الريشه انه يعلم الناس بطريقه تدريجيه على اساس ان الناس تحب هذه اللعبه. حتى يبتدي بمهارات سهله جدا، ضرب البالون. صحيح. ان كل حد يقدر بيحب يلعب. كثير من الاحيان ان احنا انا عندما حاضر في دورات المدرسين كثير من الاحيان الناس تنفر من الالعاب بسبب طريقه التعليم. الله ينور عليك. صعب عليه اللعبه يقول لك لا يا عم انا ماشي ده انا فاشل أنا مش هلعب مره ثانيه. العب حاجه انا كويس فيها بالظبط. واسهل حاجه تبقى كره القدم، بيروح على كره القدم. صح. او اذا شاف نفسه يعني مش ناجح في كره القدم حيعود برا. ودائما شفنا احنا في النظام المدرسي عندما يكون الطالب اللعبه ما تناسبه حينزوي مش حيلعب رياضه. واحنا كنا دائما نروج لرياضه الريشه الطائره بان اذا انت مش حاب كره قدم، مش الكل حاب كره. صحيح. القدم. صحيح. في كثير من الاشخاص حابين كره سله، ريشه طائره، العاب تنس طاوله، العاب كثيره. وزي المنتجات في السوق يعني انا. صحيح. اللي حاب بالظبط. انا بحب يعني البدل هو لعبه ولا كانت في الحسبان ولعبه انتشرت والناس تذوقتها وحاسس انها حاجه كويسه جدا. انا برضو عايز اتكلم معاك بقى في محور تاني، اسمح لي مع الدكتور. صح. احمد، وهي الريشه الهوائيه. اوكي. النهارده طول عمري انا هيثم انا بشوف الريشه اندور. تمام. وشفت البارالمبي ومتابعه كويس، ولكن الريشه الهوائيه انا عايز اعرف تفاصيل اكتر وخبرتك في الموضوع ده ايه. يعني زي ما كان برضو الكابتن جعفر تفضل، دي مبادرة أطلقها الاتحاد الدولي سنة 2019، ريشة الطائرة الهوائية. هو يعني كانت الفكرة ببساطة أن احنا عايزين نتشاف بشكل أكبر، مش عايزين ننحصر جوه الصالات، عايزين أن الريشة تخرج للناس بره عشان ان تبقى الناس تشوفها وتبقى سهلة واكسسبل للناس كلها تلعبها. فالاتحاد الدولي اشتغل سنين على هذا المشروع ده، اعتقد 7 سنين يشتغلوا على المشروع ان هم كمان يعدلوا من الكوره نفسها او من الريشه نفسها. ايوه نعدل يعني الريشه نفسها. هو بيودي الريشه كده وكده. الريشه الطبيعيه يعني صعبه ان احنا نلعب بيها خارج الدينامكس بقى بالظبط. فيعني في اكيد شركات كتيره وكان في يعني سنين اشتغلوا على الريشه وقياساتها وحجمها ووزنها وطبعا شكلها عامل ازاي. في حاجه طبيعيه وفي حاجه صناعيه. يعني في ريشه طبيعيه بالزبط. من منتجات طبيعيه وفي صناعيه، والصناعيه دي اتعملت عشان تبقى رخيصه في ايد المتناول. انا اعرف الطبيعيه معديه كام دولار؟ قول لي فكرني كده. والله يعني كام دولار تقريبا؟ العلبه يعني تقريبا 30 دولار العلبه. العلبه الطبيعي. الطبيعي يعني. العلبه فيها قد ايه؟ فيها 12 ريشه. 12 يعني بتتكلم النهارده في حوالي 2 دولار وشويه. بالزبط. رقم يعني لا وبعدين بعدين دايما يعني التيرن اوفر او الهلك كتير قوي في الريش الطبيعي كتير. عشان طبيعي بيبقى يعني الكوست بتاعها عالي شويه. فالبلاستيك يعني نوعا ما لبعض البلاد كانت مهمه بحيث ان يبقى في ممارسه باستمرار. طورتوا انتوا بقى ريشه للهواء. للهواء عشان ما تاثرش بالهواء جامد لا يعني ما تحرفش. بالظبط. يعني هي هنقدر نقول ان هي بتقاوم الهواء، بس طبعا اكيد مش هنقدر نلعب في اللي هي يعني، بس هي بتقاوم الهواء لدرجه معينه ل 12 كيلومتر 12 كيلومتر في الساعه. حلو جدا جدا جدا. بالظبط. فيعني و اتعمل ليها بعض المبادرات من الاتحاد الدولي ان احنا ونهي حتى تبقى في اي اماكن. احنا كل الفكره ان مضربين والكوره والعب والشبكه. بالظبط. والعب ف يعني هي حتى اكسسبل ان الناس ممكن تلعبها في الاراضي الاسمنتيه او العشب او حتى الاراضي الرمليه. واعتقد الاتحاد الدولي دلوقتي شغال على ان هو يطور الموضوع من مجرد ممارسه لمجرد ان يبقى ليها كمان منافسات. السنه دي كان في بعض البطولات الدوليه وكان في بطولات تاهيليه لبطوله العالم دوره الالعاب الشاطئيه اللي هي كانت المفروض تبقى في اندونيسيا بس يعني اتلغت. وكان في دوره الالعاب الشاطئيه اللي كانت في تونس كانت فيها لاول مره رسميا شاطئيه. شاطئيه. صعب قوي الهواء بيبقى جامد يعني على حسب. بس بقولك ان فيها يعني طبعا فيها تطور كبير فيها. كويس. بس احنا يعني بيبقى فيه برضو الملعب بيبقى ليه بعض المعايير معينه بحيث ان احنا نقاوم الهواء بشكل بالظبط. لا ما احنا برضو نلعب يعني مش هتبقى مفتوحه خالص. لا فيها ليميت. فالاتحاد الدولي دلوقتي يعني
يعني بدا الموضوع كنوع من الممارسه وتعريف بالرياضه الريش الطايره ان احنا نخرج للناس بشكل اكبر، ودلوقتي بيتحرك في ان هو يعملها منافسات وان هي تدخل ضمن الاجنده الاتحاد الدولي والاجنده اللي هي الانوكا ان هي تخش جوه الرياضات الشاطئيه وتبقى ليها تبقى ضمن دوره الالعاب العالميه الشاطئيه ان شاء الله. ويعني اعتقد الاتحاد الدولي نجح في ده ان هو ان شاء الله تبقى من ضمن الالعاب مع زي البيتش فولي بول او البيتش هاند بول او بعض الالعاب الشاطئيه، هيبقى معاهم ان شاء الله ريشه الطايره الشاطئيه باذن الله. كلام جميل جدا، انا بجد استمتعت جدا بالفقره دي، قد ايه شفت بوزيتيف انرجي، واكيد انا سعيد النهارده ان مصر يعني بتحتضن يعني كفاءات كبيره زيكم. وبشكركم، بشكر طبعا جعفر ابراهيم مدير التطوير بالاتحاد الدولي للريشه اللي نورنا حقيقي النهارده في قناه النادي الاهلي. بشكرك، نورتينا وشرفتنا. شكر مشكور على الاستضافه واتاحت الفرصه بان احنا نسلط الضوء على هذا المشروع. الاعلام يلعب دور كبير في نشر الرياضه ودعم الرياضه ودعم جهود الاشخاص اللي يعني ممكن بشكل يومي يشتغلون لنشر هذه الرياضه وتطوير الرياضه، فشكر كبير لكم. ان شاء الله ده مش اخر لقاء نوعدك، وان شاء الله احنا بظهركم ومعاكم، طالما حاجه في الصالح العام وصالح الرياضه عامه هتلاقينا احنا اول ناس معاك ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا. الله يسلمك دكتور احمد رضا، بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني، وعايز اقول لك ان انا استمتعت جدا، وحاجه شاب مصري كادر محترم ان شاء الله نتمنى لك تكون في اعلى واعلى المراتب باذن الله. بشكرك نورتني وشرفتني. ميرسي جدا، شكرا جزيلا باذن الله. اعزائي المشاهدين، دي كانت فقرتنا الاولى، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هيكون معانا بطل استطاع انه يهزم منافس شرس جدا جدا جدا، والحقيقه احنا كنا اسعد الناس بده وكان لازم يكون معانا. انتظروا بعد الفاصل عشان تعرفوا مين هو وكمان كان بينافس مين. ده هيكون بعد الفاصل.